بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. صدق الله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله لكم الأجر أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامجكم الحسيني حاء سين يا نون. وهذه الليلة العاشرة حيث المحرم والدموع والأسى والمصائب، ولم أجد ما يحيي هذه الليلة إلا بقصائد أبكت الملايين وشاعرها سيد جليل، وهو من رواد المنبر، وإن صح التعبير هو بقية السيف من الشعراء الرواد. عظم الله لكم الأجر. ومعي في هذه الحلقة الشاعر الحسيني الكبير بقية السيف كما أسلفت، السيد سعيد الصافي الرميثي. عظم الله لك الأجر سيدنا، وأهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ محسن. بداية أتقدم بالعزاء والمواساة إلى مقام مولانا صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الله تعالى فرجه الشريف، وإلى أتباع ومحبي أهل البيت، وإلى كل خدمة الإمام الحسين عليه السلام في مثل هذه الليلة، الليلة العظيمة، ليلة المصاب، ليلة الوداع، ليلة الفاجعة. هذه الليلة التي ينتظرها جميع عشاق الحسين، جميع الخدمة، لكي يسمعوا ما يقوله الشعراء والخطباء والرواديد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا آمين لخدمة رب هذه الليلة ولخدمة قناة الأيام، هذه القناة الراقية، القناة التي تواكب معنا دائما شعائرنا الحسينية. حياك الله سيدنا مولانا سيد سعيد الصافي العاشر، وما له وما عليه، وذكريات الصبا وصعودا، شلون كنت تستقبل ليلة العاشر ومن صرت خادم المنبر؟ شلون تطورت من عاشر إلى عاشر، من رادود إلى رادود، وأنت اليوم قصائدك لحد الآن تقرأ وتبكي عليها الملايين؟ فحدثنا عن هذه الجزئية سيدنا، أكو جزئيات ما يعرفوها المشاهدين في حياة سيد سعيد وخصوصا في ليلة العاشر. أستاذ أبو علي، إذا أردنا أن نرجع إلى الخلف، إلى الماضي، نعم، أنا أريد جيل هذا الشباب يعرف قضية ليلة العاشر، شنو اللي كانت التركة في زمان الماضي، شنو آثارها، وفي هذا وقتنا. ليلة العاشر من محرم كانت بالماضي لها جمالية خاصة، لها لون خاص، لها طرح خاص أيضا. نعم. عندما كانت مهيئة الأمور لإقامة الشعائر والعزوات، قبل أن تمنع، قبل أن تمنع. أنا من مدينة تميزت بهذا الجانب، جانب الخدمة الحسينية، جانب الاهتمام بليلة العاشر. مدينة الرميثة، نعم أحسنت، كانت تسمى كربلاء الثانية في إقامة العزاء. جاءها الكبير من الخطباء، ورادودها ما يزال ترك بصمة من البصمات الرائعة في المسيرة الحسينية، الشيخ ياسين الرميثي رحمة الله عليه. هذه المدينة كانت تهتم بليلة العاشر مع إقامة واقعة الطف داخل المدينة. واقعة الطف كانت تقام بالرميثة بشكل رهيب سيدنا، وكأنك في ساحتك في حومة كربلاء. سؤال، هذا كلام جنابك سيدنا قادني إلى مسألة، هل للبيئة السياسية اللي تعيشها الرميثة، وهي مدينة شعلان وبرتشون والسجن الموجود لحد الآن، أثر في تصدي هذه المدينة
للشعائر الحسينية والدفاع عن الشعائر الحسينية ورد كل الشبهات في ذلك الوقت ولحد الآن. أحسنتم علي. بدأ الرميثة مدينة ملتزمة ومتمسكة بالمرجعية. نعم هذا واضح. من بداية المرجعية مدينة موالية للمرجعية حتى أن سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله له كلمة بحق الرميثة، قال أهل الرميثة أنا أحبكم تاريخكم من ذهب. نعم تاريخكم هذا السبب من ذهب. نعم هاي المدينة أولا تميزت بالولاء لأهل البيت، بالعشق لإمام الحسين وبالتمسك بالمرجعية. نعم في كل زمان هذه المدينة متمسكة بالمرجعية. أما الجانب السياسي لا يخفى على أحد أن انطلاق الشرارة الأولى لثورة العشرين كانت من هذه المدينة. نعم من الرميث، من مدينة الرميث. فالجانب السياسي ترك أثر، ولذلك هسه احنا بعدنا ما منتقلين إلى قصة الأربعين حتى أروي لك الدور السياسي عندنا جانب لهذه المدينة، لهذه المدينة والتحدي والصمود هم من خلال الرادود ومن خلال المواكب ومن خلال وجهاء المدينة، وجهاء المدينة اللي تعرضوا إلى، منهم من تعرض للإعدام ومنهم من تعرض إلى التهجير وإلى السجن وغير ذلك بسبب موقفهم البطولي. نعم والتحدي ورفضهم للطغاة والسياسي. احنا ابو علي نريد نشير الى موضوع، مثل ما قلنا كان في ذاك الزمان كانت ليلة العاشر الناس وكأنما انت تشعر بانه غدا مقتل ستكون الإمام الواقعة. نعم. غدا مقتل الإمام نعم. الحسين. نعم. نعم. يعني الإمام الحسين ما مقتول قبل 1400 نعم. إذن لا وجود للزمان. هذا الشعور الآن ما موجود مع الأسف. هذا الشعور سابقا كان موجود. نعم. تشوف المدينة حزينة غير وضيح. نعم. حزينة ظلماء كذا، الجيوش منتشرة بكل مكان، تسمع الأصوات، استعداد الناس، حتى أنه كان في زمان قبل كانت ليلة العاشر ليلة معبرة عن الصمود، عن نعم التضحية، نعم عن ثورة الحسين، عن عظمة موقف الإمام الحسين، حتى أنه الشعراء بذاك الوقت كانوا ليلة العاشر يستخدمون هذه الليلة. تذكر من المستهلات سيدنا مثلا رحم الله الشاعر الكبير أستاذنا الشيخ هذا القصاب النجف رحمة الله عليه، شيخ ياسين كان غالبية قصائده من الشيخ هذا القصاب. نعم. النجف بالفترة الأخيرة أخذ بعض القصائد من المرحوم الحاج رسول محي الدين رحمة الله عليه. ليلة العاشر أنا أتذكر وكنت في عمر 12 سنة 13 سنة بهذا العمر، أنا تربيت تحت ظل منبر شيخ ياسين الرميثي رحمة الله، ولذلك عليك. هذا المنبر ترك أثر علي. نعم أكيد واضح بكتاباتي بخدمتي التزامك ما عندك شطحة سيدنا بالقصائد. فنزل مستهل ليلة العاشر. نعم إيش قال؟ صوت الداعي صاح ها يلا الكفاح، الله باشر موعد الثوار، باشر ما يظل غدار لو صار الصباح. أحسنت. ها يلا الكفاح. أنا والمشاهدين سيدنا أنا والمشاهدين الآن نتحرك شوقا لسماع قصيدة إن شاء الله. أي والله سيدنا إحنا من خلال هذا المستهل إيه نريد نقول تاجر يا حسين وارباحك تزود. نعم تاجر يا حسين وارباحك تزود، وارباحك تزود تضمن الاجر دنيا واخر. لطيف. تاجر يا حسين وارباحك تزود تضمن الاجر دنيا واخر، ما يوجهك من تبيعه على الكريم يعلم بسعرك كثر ويقدر. الله الله. ما يوجهك من تبيعه على الكريم يعلم بسعرك كثر ويقدره، الواحد بعشرة يعوضك بالعطاء. حسين للفردوس سالك مع بعض. الله
الواحد بعشرة يعوضك بالعطاء حسين للفردوس سالك معبرة ركب خدامة إلى الجنة تروح لا كتاب ولا حساب ولا سهرة ركب خدامة إلى الجنة تروح لا كتاب ولا حساب ولا سهرة ابن بالدنيا صرح باسم الحسين تلقى يوم الحشر دارك عامرة ابن بالدنيا صرح باسم الحسين تلقى يوم الحشر دارك عامرة حسين يقول يما سمع وحي السماء عن مصير أمة الهادي خبره يا حسين انحرف دين الله انحريف وبسعر ذل الضماير تنشره يا حسين انحرف دين الله الحنيف وبسعر ذل الضماير تنشره وماكو غيرك مصلح ليهدي العقول والظلام الحل عليه يغيره تستغيث من الظلم أرض العراق وكل شبر من عندها أصبح مقبرة تستغيث من الظلم أرض العراق وكل شبر من عندها أصبح مقبرة وما يصير المثلك يبايع يزيد وأنت بن سيد الرسل خير الورى ما يصير المثلك يبايع يزيد وأنت بن سيد الرسل خير الورى وأعلنتها بكل شجاعة وكبرياء صرخة الحق والصبر والمقدرة وأذنت للحرب يا داعي الكفاح للطفوف بليل ضعنك من سرة يا مجير البيك رايد يستجير يلي عندك كل شجاعة حيدر بالتحية تلقتك أرض الطفوف يل وجودك إلها أصبح مفخرة وانت بالسبعين واجهت السيوف واجهت 70,000 متعسكرة وقدرت توصل مرامك يا ذبيح ومنهج الأمة الذليل تغير من شف الدين الله من عندك يريد حتى طفلك تهدي للحق من حرى ويستقيم بقتلك الدين وتصير للي يحبونك سبيل البقاء. سيدنا بعد هذه القصيدة الكفاحية ليلة العاشر لها خصوصية مثلا من خصوصيات ليلة العاشر نسمع بالمجالس وأنا أكثر من مجلس سمعت يا ليل طول ساعاتك ذكريات عظيمة ويا زينب راح أبو الغيرة يا ليل هي خاصة بليلة العاشر أستاذ محسن إيه؟ أنا أروي لك قصة يا ليل وأنا البتول الطاهرة ظلموني أيضا تنقرب ليلة العاشر هم للتدعش تقرب ليلة العاشر أيضا نعم يا ليل طول ساعتك الحاج أبو بشير الله يحفظه تحياتنا له يطيل في عمره آمين يا رب يعني. أنا كنت عنده بالبيت يعني قاعدت يمه قال لي اكتب لي القصيدة اللطمية والقصيدة القعدية كان مكلف عليها الأخ الشاعر أبو صادق الظالمي من أهل الرميثة على أساس هو اللي يكتب لي أنا كتبت له القصيدة اللطمية اللي هي يودعوني هالليلة يودعوني أكملت القصيدة اللطمية في ليلة العاشر في قم المقدسة أجواء عجيبة ذكرنا بالماضي نعم. أجواء حزن ومشرق بعد مدينة مقدسة ووضع عجيب يعني يثير للمشاعر والدموع أنا كملت القصيدة قلت له أبو بشير أنا قصيدة كملت لك اللطم والنزلية أنا أريد أروح الليلة عاشر أريد أطلع أحضر ويا الناس أحضر مشرق أشوف المواكب والعزيات قال لي من حقك قلت له بس أنا راح أطلع قصيدة لحد الآن ما واصلتك أذان المغرب أذن والقصيدة القعدية جدا مهمة ليلة العاشر عند أهل النجب بالذات ليلة العاشر القعدية كلش مهمة أهل النجب بالمناسبة المدينة الوحيدة التي تركز على القصيدة القعدية صحيح فكان موجود معانا الرادود الحسيني الكبير الله يعطيه العافية السيد علاء سيد رجب الشكرتش نعم كان موجود يعني والله تحياتنا له سيد علاء قال لأبو بشير
سيد سعيد إذا طلع أخوه بعد ما يقدر يكتب لك بالحسينية وهاي. شوف صاحبك هذا كاتب لك، إذا ما كاتب لك سيد سعيد قبل ما يطلع خلي يكتب خلي يكتب لك. فهو تأكد أنه الأخ شاعر كان مشغول الله يحفظ أخونا أبو صادق الظالمي، فقال سيدنا بعد ماكو مجال. الطعن اللحن الطعنية دندنة نغم على مستهل ومقطع إذا حافظ سيدنا يا ليل. فأنا على النغمة كتبت يا ليل طول ساعاتك، يا ليل أحمل آهاتك، لو ودعت الوليان تتولان العدوان، يا ليل طول ساعاتك. طول يا ليل الوداع ايش ما تطول يا كساحة، ما عمل من البواج حتى لو تعمل نواب حسين، بس الليلة يمي ما تشوف عيون باج. صدقني يا ليل، صدقني يا ليل القدر يا ريت، صدقني يا ليل الخطر يا ليل، يا ريتك تطول دهر، خايفة من اشباح القدر، وخاف ظل مكسورة خاطر، وخاف ظل مكسورة خاطر. إلى نهاية المستهل القصيدة. الآن هنالك موضوع، الآن في لبنان ليلة العاشر، أنا كل المشايخ حكولي ماكو شيخ ماكو خطيب ماكو رادود يصعد بلبنان يلقي خطابه، بعدها لازم يقرأ يا ليل، لازم يقرأ يا ليل طول ساعاتك. من يا ليل طول ساعاتك نختم الجزء الأول. أحبتي متابعي قناة الأيام، لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونعود مع القصائد المبكية للشاعر السيد سعيد الصافي، لا تذهبوا بعيدا. نعم أحبتي، عظم الله لكم الأجر في هذه الحلقة في ليلة العاشر مع المولى سيدنا سيد سعيد الصافي الرميثي. سيدنا الأربعين لها خصوصية، خصوصا وأنت من الشعراء المطلوبين لدى الرواديد وكبار الرواديد، بقية السيف أبو بشير الله يحفظه، ملا جليل كربلائي الله يحفظه، ملا باسي الله يحفظه، بقية الرواديد. شلون تنسق وكل رادود يريد منك مثلا، واحد يريد عضعن، واحد يريد على مر الدروز، واحد يريد ولاء، شلون هذا التشظي شلون تجمعه وتطلع أروع القصائد؟ أنت ما سألتني عن الأربعينية، ما بين الماضي والحاضر. بعد اعتبر سؤال هذا، سأل نفسك وجاوب. أنا سألك سيدنا الأربعينية. الأربعينية ومن تروح خارج العراق شو تحس بالأربعينية؟ الأربعينية كل العالم بالعراق وأنت خارج. سيد أبو علي عين، الأربعينية في زمان الماضي شيء عجيب. أولا ما كانت قبل الطغاة والبعثيين، ما كانت أكو مواكب، ما كانت أكو ناس تيجي مشاية، كان فقط من النجف الأشرف يجون بعدد الأصابع، يعني يجون خلنا نقول 100 أكثر، إلى أن صارت قضية ثورة الصفر 1977، هذه يذكرها التاريخ. المدينة بعد النجف التي جاءت سيرا على الأقدام بأعداد هائلة إلى كربلاء مدينة الرميثة. الله يحفظ. والموضوع قصة، بالسبعينات تقريبا الحاج كاظم الثامن رحمة الله عليه أحد خدمة الإمام الحسين، كان هو الوحيد ذهب سيرا على الأقدام إلى الإمام الحسين إلى كربلاء، والمسافة تستغرق حوالي 5 أيام أو أكثر. كان صادفت أيضا بالأربعينية أي كان ما عنده ذرية، فذهب الإمام الحسين يطلب الذرية، والإمام الحسين أعطاه مراد. اللهم صل على محمد.
هذا الموقف ترك أثر على الناس في على المدينة بشكل عام، في داخل المدينة. في السنة القادمة تهيأوا الناس على أن يذهبون سيراً على الأقدام إلى كربلاء 400 الإمام الحسين بأعداد هائلة. شلون كانت الاستعدادات سيدنا؟ الاستعدادات يعني مع أنه ما كانت مواقف، ماكو مواكب منصوبة على الطريق، مواكب على الطريق ماكو توزع أكل لو توزع ماء لو كذا، لا لا، ولكن وجهاء المدينة مثلاً بيت الشرع، آل بوحميد، آل بوجعيلة، شيخ حسين الفياض رحمة الله عليه، رحمة الله هذا الرجل كان من المهتمين بالأربعينية ومن المتبرعين بالثواب، كان يشارك ويرافق المسيرة بالماء بالمواد الغذائية بكل شيء، كان يرافق المسيرة. إضافة إلى ذلك المسيرة مرتبة، نظام عجيب، أكو ناس تطلع قبلنا، أنا كان بذاك الوقت عمري 12 قلت لك 13 سنة 14 الحدود، ناس تطلع قدامنا، هذول شغلهم هذول أهل الطبخ يجهزون الأكل، وأهل المنام يجهزون فراش إلى أن يوصل الموكب مع يعني الزائر يجي تعبان، هذا جاي سيران على أقدام يجي الفراش جاهز. أيضا أكو أماكن محددة يوقفون هنا طبعاً يتغدون طبعاً هنا يتعشون طبعاً إيه؟ مثلا ننطلق من الرميثة غدانا يكون في منطقة اسمها الطابو، طابو عشانا بالحمزة الشرقي، نعم، مبيتنا بالسنية، مبيتنا هاي بعد بال... الحمزة مو بس مبيتنا يكون بالديوانية، يعني غدانا يكون ما بين الديوانية والحمزة، المبيت العشاء بالديوانية والمبيت بالسنية، نعم، وهكذا تستمر. حتى أني أتذكر في أحد السنوات الفرقة الأولى في الديوانية، الفرقة الأولى في الديوانية كان قائد الفرقة من الموالين لأهل البيت من المحبين للإمام الحسين، هذا دعا الموكب بهاي الأعداد 6000 أكثر، دعاهم أن يكون عشاهم داخل الفرقة. الله حتى أتذكر بالقصع هاي مال الجيش، الجيش رتبوا لنا أكل واستقبلوا الموكب استقبال رهيب رحمة الله عليه، إذا كان وتوفي قطعا ما يظل الى هذا الوقت، نعم، واجرى عند الحسين ان شاء الله. فكان ماكو قلت لك بالطريق انه واحد يطمايله، مرات يجون ناس خطيه اشياق للحسين، مفردات، مره لو رجال يطلع من القريه، اي مره تطلع شايله لها قدر مال لبن، نعم، وجايه تريد تحصل بعد خدمه، لو يطلع فد احد العشائر جايب له دله مال قهوه يريد يوزع كذا، يعني الناس على فطرتها على من بصر. هذه المشاهد سيدنا قصيده للأربعين للولاء. ايه الان اجيبك الموضوع. ايه كنا اذا دخلنا مدينه الحله شيء رهيب، اها، يعني الحله تستمر المسيره الى الحله، عن بكرة ابيها مدينه الحله تخرج لاستقبال موكب الرميثة، وكان اللي يقوم بالواجب بغداء لأهل الرميثة الغداء صاحب شركة البيبسي، صاحب شركة البيبسي اللي هو من الحلة، هذا الرجل هو يقوم بتهيئة الغداء للمسيرة، بعدين العشاء يكون بالجنائن المعلقة بالحلة، نعم، المدينة عن بكرة أبيها. كان موكبنا مو بس مشاية، كانوا ضعينة سبايا، الله الله، ضعينة سبايا، هواديج، وأكو ناس من يمثلون دور تشابيه يعني للأربعينية، نعي يمثلون دور السيدة زينب، سكينة، رقية، يشارك يمثلون أدوار الرادود المرحوم يمثل دور ياسين الرميثي بالمسيرة لو لا، ها، يشارك ملا ياسين الرميثي بالمسيرة، ياسين الرميثي يشارك كأحد شخصيات، نعم، المدينة، هو وجهاء الرميثة كلهم، نعم، يجون يشاركون. من ندخل المدينة ندخل بهيئة موكب، وصلت إلى كربلاء، الضعينة بالبداية وإحنا خلف الضعينة، نعم، ونردد حتى أتذكر من الرميثة الكربلاء ماشيين ونهل دموع العين، كل عام ممشي نزور قبر حسين ونهل دموع العين، الله، بهذا التعب زينب نواسيها بهضم الجرع ليها، هذه أتذكرها من الأبيات اللي كانت تردد بالمسيرة. فكانت مسيرة رائعة جدا. وإذا دخلنا كربلاء
كربلاء تستقبلنا استقبال رهيب كان، حتى كان الدخول إلى داخل الصحن، الضعينة كانت تدخل ضعينة السبايا داخل الصحن، تكون فاجعة فاجعة. أما الجانب السياسي اللي تفضلت به بالحلقة الحوار الأول، مدينة الرميثة كانت متميزة وكل العراق ينتظر من ينزلون مستهلات بالأربعينية. نعم. أتذكر من ضمن مستهلات الرميثة صوت الحق ينادي بن حيدرة، لا بيع أصبح عندنا ولا مشترى، لا صادر ولا وارد، وإحنا على العيش مطارد، وكل من أخذ حصته ورد لي ورد. وكأنما هذا المستهل يحاكي وضعنا، وضعنا الحالي. نعم، يحاكي وضعنا الحالي لكل زمان الحسين ولكل يعني زمان يزيد، كأنما يحاكي وضعنا الحالي. رحمة نعم. الله على القصاب أستاذنا الكبير نعم. شيخ هذا القصاب الله عليه. فكانت الرميثة ما تنزل مستهلات إلا سياسية، وإلى يومنا هذا نعم. أبدا بالأربعينية تابع ما ينزلون إذا مو مستهلات سياسية. تعالي يجي تعبر عن مشاعر الجماهير من هادي القصاب إلى سيد سعيد الصافي. بعض الانتقادات، أنا الحمد لله كل سنة المدينة مدينتي يطلبون مني أن أكتب لهم والله يوفقك المستهلات، والحمد لله توفقنا. إذن إلى هذا المشاهدين متشوقين لسماع قصيدة سيد. قصيدة ايه؟ إن شاء الله هو المشاهدين سامعين هم قصيدة تحيرني وتذكرني يا جامل. جبت لنا مساحة. أنا هاي القصيدة كنت روحيا يعني مو جسديا واقف ما بين جابر الأنصاري والإمام زين العابدين. نعم. هم يسولفون وأنا أكتب. هذه حادثة تحيرني. أما المرحوم الحاج عباس الكوفي رحمة الله عليه. حاج عباس الكوفي صاحب قصيدة. أكو علاقة روحية بينك وبينه. أي. يحسين لك جمرة حزن ما تنطفي. لكن أكو قصيدة قراها حاج عباس. يعني بمثابة فيديو عن واقعة رحمة الله عليه أبو مقدار. مشيت وعفت على الغبرة أخوي بياكتر غبرة من ضيم اليسر رديت وين أهل الرحم ناديت أخوي بياكتر غبرة. قصيدة كانت بيها لوعة يعني اللطامة كانوا بس يبشوا. رحمة الله رحمة الله على روح حج عباس الكوفي. هاي القصيدة اللي راح أقرأ لك إياها. نعم. أنا شفت رؤيا كأنما أنا ذاهب إلى بهاي السنوات ذاهب إلى كربلاء سيرا على الأقدام. وصلت إلى مدينة ما بعد الحمزة الشرقي ما بعدها والمشاية وياي شفت في الجبل عالي. استغربت هاي المدينة من لها جبل ما بيها جبل ما بيها جبل شو هذا جبل عالي ومو كل واحد يقدر يصعده. أنا صعدت هذا الجبل نزلت جانب الثاني لقيت موكب ولقيت فتشاب وسيم جميل يقرأ قصيدة فصحى كدت أن أموت من البكاء. جيت أقبل إيده قال لي لا أنا أقبل إيدك أنت صاحب قصيدة هذا الغريب منين؟ الله. فكان حلم بروحانية فمن خلال هذا الحلم كتبت قصيدة. إيش قلت؟ إيه؟ قلت يا شف الصبح لا تدق باب العين. الله خليني بهذا الحلم. يا شف الصبح لا تدق باب العين متوسد بقايا الليل خليني تعب هالونيني جروحي خل ترتاح ست شباك ضيمك لا توعيني. تعب هالونيني جروحي خل ترتاح ست شباك ضيمك لا توعيني تفز كل الجروح وياي لو فزيت خليني اعلنهم ولا توعيني انا وحلم السعاده تبادلين الكاس وبنشوه عشق مجنون تدريني. انا وحلم السعاده تبادلين الكاس وبنشوه عشق مجنون تدريني اريد اطوي المسافه لشوفة المحبوب وبمغزى عذابك جاي تطويني. اريد اطوي المسافه لشوفة المحبوب وبمغزى عذابك جاي تطوي وصبحك ما اريده
وشمس ما محتاج، شفت شمس وقمر يضون بكفين. الله صبحك ما اريده وشمس ما محتاج، شفت شمس وقمر يضون بكفيني. انا الماشي بدرب مبخوت من يمشي بأضمن سلامة دنيتي. انا الماشي بدرب مبخوت من يمشي بأضمن سلامة دنيتي وديني. كل نقلة جدم وياها لمعة نور تجذبني بسحرها القبة تحسن. الله كل نقلة جدم وياها لمعة نور وتجذبني بسحرها القبة تحسيني. يا أول عشق غازل رفيف الروح ويا أجمل غصن من شجرة سنيني. الله يا أول عشق غازل رفيف الروح ويا أجمل غصن من شجرة سنيني. أنا بلياك تايه والسكت وديان ويا سكت شرف ليك توديني. أرجب بالغرور بدمع بجمر دمع عليك من بعد التواضع خاف يغويني. أرجب بالغرور بجمر دمع عليك من بعد التواضع خاف يغويني. يومية 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 الذنوب تبيعني يا حسين وانت بسعر غالي تشريني. يومية الذنوب تبيعني يا حسين وانت بسعر غالي تقوم تشريني. وأم تشفل ضريحك من يمسني العوز وانت بلا يشوف الناس تطيب. أم تشفل ضريحك من يمسني العوز وانت بلا يشوف الناس تطيبني. تحفظ ماي وجهي وما تريد يطيح ودق باب غيرك ما تخلي. تحفظ ماي وجهي وما تريد يطيح ودق باب غيرك ما تخلي. وتشرف لك خادم يا تاج الراس. وهذا الفخر يا مولاي يكفيني. هذا الفخر يا مولاي يكفيني. هذا الفخر يا مولاي يكفيني. هذا كفاية الجزء الثاني. أحبتي متابعي قناة الأيام، فاصل ونعود إليكم، لا تذهبوا بعيدا. عودة أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين ياء نون والجزء الثالث. يوم السابع العباس هز الناس تلمهم خزرته ويطشهم الفراز عزمل بالحرب ويلو نزل على القوم عذبهم سوى الهماز واللماز. جهنم جاعت وكان العجين الجيش تنور النهر سبع الوفا الخباز. حطب دزت جهنم امتلأت تصيح بل هل من يزيد وكل شلك ما داز. دزلها الشرد والباق والبيروح الميت واليطيح الجاز والماجاز. سيدنا الجزء الأخير هو جزء الحسين وتحديات العصر. وانت طبعا انا بديت لأبو الفضل العباس، فانت صاحب القصائد الرائعة لأبو الفضل العباس يا زينب راح أبو الغيرة، هاي القصائد الرائعة. أشوفك كل فجر يا حسين قرآني. سلام الله على أبي الفضل العباس وسلام الله على أم البنين. لكن بداية، نعم، مرات يقولون كأنما التاريخ أعاد نفسه. إذن الزمان والمكان يتلاشى في القضية الحسينية. إحنا ما نقول كأنما، بل التاريخ أعاد نفسه. أعاد نفسه يعني حرب الجمل عادت من جديد، صفين كربلاء عادت من جديد، صفين عادت، وكذلك ثورة العشرين أيضا عادت من جديد من خلال المواقف المشرفة لأتباع الحسين. شلون؟ لأنصار الحسين عبر التاريخ. نعم. من خلال الموقف المشرف للحشد المقدس. أحسنت. من خلال تلك الشباب، تلك الورود، تلك الرجال التي لا تخشى الموت بالعشق الحسين. نعم. والتي قاتلت الدواعش الذين يمثلون
الخط الأموي والخط الوهابي بالكامل. نعم. التاريخ عيد نفسه. القوم أبناء القوم. القوم أبناء القوم. نعم. إيش قلت لهم؟ فالحشد المقدس ماكو مانع إذا نقدر نشبه موقفه بموقف أنصار أبي عبد الله نعم. الذين نصروا. مع الفارق هؤلاء أيضا ذهبوا نعم. كانوا يقرؤون ليلة الهجوم يقرؤون زيارة عاشوراء نعم يقرؤون زيارة عاشوراء أو زيارة وارد لبيك يا حسين لبيك يا حسين ولبيك يا عباس ولبيك يا مهدي لبيك يا عباس ويهجمون على أعداء ولبيك يا زينب يا زينب. إذن اي سيدنا يهذبها يطربها التفق والمنخوه والهوسات يطربها التفق عدها وهي التفق يا اهل التفق عشره يلا عندك خبر لو حددتها تموت مدلها الرسم خل تهذب الشجر هلا يلا عندك خبر لو حددتها تموت تموت هدلها الرسم خل تهدب الشجرة وخل ينسل شعرها الريح وتسابق حوافر شوقها القمرة ودنق فوق ذنها وصيح وصلت للعظم يا وادم الشفرة الله دنق فوق ذنها وصيح وصلت للعظم يا وادم الشفرة يا ناس المثاوب حائط الحواف الله يا ناس المثاوب حائط الحواف ناطور المراجل خل يدك صدره يا ناس المثاوب حائط الحواف ناطور المراجل خليلك صدره أصحاب الحقد لليوم يعتقدون ما زال الصمادة مشتف بصبره الله أصحاب الحقد لليوم يعتقدون ما زال الصمادة مشتف بصبره وعلى الدارش وقت ما رادوا يهجمون وخلف الباب لست نازع لا حول ولا قوة إلا بالله على الدار شو وقت ما رادوا يهجمون وخلف الباب لست نازع الزهرة نتوقع ضلع من عندها ما مكسور خل نهجم عليها نجدد العصرة نتوقع ضلع من عندها ما مكسور خل نهجم عليها نجدد العصرة نبض قلب التشيع فاطمة الزهراء هذا القلب لازم نوصل نكسر لا حول ولا قوة قلب نبض قلب التشيع فاطمة الزهراء هذا القلب لازم نوصل نكسره جمر نار السقيفة إش ما تهب بالريح تلقى بكل كتر جمرة كل ظنك جمر أهل الحقد تتفيه وبرماد التسامح تقدر تذره كل ظنك جمر أهل الحقد تتفيه وبرماد التسامح تقدر تذره ويا خد البعد يتحمل السطرات وما يبطل نحيب الخنقة العبرة يا خد البعد يتحمل السطرات وما يبطل نحيب الخنقة العبرة بعد عين الوديع انطفت بعد عين الوديع انطفت كثر عيون وكم حر على خدها من رسمة السطرة بعد عين الوديع انطفت كثر عيون وكم حر على خدها من رسمة السطرة بمتون العقيلة الصوتهم نيشان وبعدهم بالحزن لليوم متيسرة وبعدهم بالحزن لليوم معقودة معقودة بشيمكم رأيت العباس يلبيكم أخت عباس مبتشرة معقودة بشيمكم راية العباس يلبيكم أخت عباس مبتشرة صفت للحرب ويتشوفوا فرقاب قربان اليمين القمر واليسرى قرابين اليمين القمر واليسرى للعباس أحسنتي عباس شمرة علي أو حملات لا زمن والراية بتفتخر بيمين لا لازمها زمها والتكسد الحضرة قضاي لازمها لازمها ولو زعل راع الوفة تزح عيونه يمر بالنهروان العسل بالريج خلاه يمر والزلم على القنطرة من قدر منها يمر من يعبر القنطرة وعباس لازمها
أحسنت سيدي. جريبة جريبة المشرع ومتوهم القال ما يقدر يصلها عليه بعيدة. مه العباس وقت الحشمت بي وشد حيل بعطش شبدة عظيم الله برمشة عين والله يجيب عباس. لو ان على السما المايل يريده سيفه تقول ليه وكاتل الجوع وهو الخيال والحوم والطريده. الله سيفه تقول ليه وكاتل الجوع وهو الخيال والحوم والطريده. يمين يسار قام يصوم ويجول ويختار الدسم بيهم ويصيب. الله يمين يسار قام يصوم ويجول ويختار الدسم بيهم يصيده راس براس طق الزلم والخيل. الله صاحه وهذا ابو الحمله الصماده هذا ابن بزوده محير الناس يضحك صارمه والحرب عيده يا جيش اللي نحن ويقدر عليه وهو الكل رايد يبيده. يا جيش اللي نحن ويقدر عليه وهو الكل رايد يبيده مستحي الشمس ما تدري شو تقول ومن عباس مستحي القصيده. عم مو رايه وترف شايلها عباس حسبالك جبل ويلوح بيه. الله الله مو رايه وترف شايلها عباس حسبالك جبل ويلوح بيده. وابن زياد من وداها للشام قال رايه انحنى ودنق يزيد وشفل على المقبض شافه مطبوع. منو انحنى؟ للرايه انحنى وابن زياد من وداها للشام للراية انحنى ودنق يزيد وتشفل على المقبض شافها مطبوع. صاح تعيش هالراية المجيدة وصاح اقسم قسم بالكون الكون وبكل مرسل ودين وعقيدة فلا سيف القدر يوصل لعباس سيف القدر هو الحزوري. سيف القدر هو الحزوري. الله 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 نحلف بيك نحلف بيك بس بالصدق يا عباس لأن نعرف إحساسك أبد ما خابك. اللي يحلف من صدق يتراجف من الخوف شلون تكذب يحلف يقف ما يهابك. إذا أقرب كتابك اشتمل إيثار وشم عطر الوفا بكل حرف بكتابك يمر بينا محرم بيه سابع يوم يظل يبكي الندى حزنا لمصابك. عكو موضوع أبو علي. إي سيدي تدري الهوسة للعباس لأهل البيت مع احترام الكل المهاويل مهاويلنا الآن موجودين ما أقصد المهاويل القدامى لا في زمان الماضي بالجديد. مهاويلنا القدامى أول من بدأ بالهوسة أنا بديت بيها وبدأوا بيها المهاويل في خوزستان خاصة في مدينة المحمرة. تحياتي لأبو باقر والله يشافه ويعافى راضي الفيصلي الله يعافيه وكثير من الأخوة الله يرحم اللي سيد طاهر والأخ ناظم اللي الله يرحمه توفوا على الخدمة الحسينية. كنا قاعدين ببيت السيد علي عدنان رحمة الله عليه شعراء المحمر أخوتي وأصدقائي. نعم قالوا سيد سعيد احنا بالقصيدة ما نلحقه بس سيد سعيد هو ما يعرف يكتب هو سيد علي عدناني قال لي شو تقول سيدنا بكلام الجماعة؟ قلت له والله سيدنا أنا أقلهم شنو رأيكم إذا نهوس ارتجال؟ إيه سيد علي إيه الهوس ارتجال؟ قالهم هذا رد قوي طبعاً شو ما يعني ما يقدر يقول؟ قالوا لا إحنا ارتجال ما نقدر. فقلت له ما يخالف بالورقة والقلم كتبنا اللي إجت أم البنين تقمط العباس إيه قال لها علي قال لها علي فنك تقمطينا شد قمطين يا ام عباس من عنده يا ام عباس المشرق يسرته والمغرب يمينه لانه بعدين وشلون الكون تقمطين قالوا تخبروا ايه بعدين اجت هوسه على العليل ايه انت هم تدري العليل ايش وقت رد حيله وتشافه من المرض ايه وهوس وحوشيته ذبها الله ونهضت الصاح نهض شاعت الصد على الحومة سيف عباس أبو الغيرة رعد بالحومة ولمض وتباهب عمه ورد حيل الله الله هوسة الهوسات واللي هي الأخيرة شال الراية أبو فاضل وللغيرة جعلها شراع
ويا اللي قال لك عباس خلاها تقع للقاع. لا ابد. شال الراية ابو فاضل وللغيرة جعلها شراع. ويا اللي قال لك عباس خلاها تقع للقاع. يوم القطعة وضراعه شد لها الضمير ضراعه. الله. والمهدي بنيده تلقاها. والمهدي. أكبوسة ايضا اشتهرت لك سيدنا. يا نعم العم عم السادة. هم إلك هاي. لا. ها. هاي هوسة سيد كاظم البطاط. الله يشافيه. الله يحفظه سيد كاظم. الله يشافيه ويعافيه ويطيل في عمره. سيد كاظم. أخونا دعوا له بهذا محرم مريض. اللهم أدم إلى سيد كاظم علي الخيمة. أيوة. وإلى هوسة دائما أرددها أنا. رباطها. ايه؟ لو هذا العم لو ما لو ما أريده. لو هذا العم لو ما أريده. هذا مشهورة سيد كاظم. سيد الله يحفظه سيد كاظم. هو وأخوته وأولاده وذول السادة بيت البطاط. دول المجاهدين. نعم. الأبطال سيد. نعم. كاظم إلى دور زمان مجاهد. إن شاء الله الحسين يذكر دوره. أنا إذا لبعض نكره دور سيد كاظم موقف سيد كاظم الجهادي والبطولي فأنا متأكد أنه الإمام الحسين ما ينسى هذا الدور. أنا ذكرت سيدنا قلت على جرف النصر شيء تشبه الأهبار راحوا واستشاروا كاظم البطاط بسيد كاظم وخدمته. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. سيد سعيد الصافي الرميثي خادم الإمام الحسين بقية السيف عظم الله لك الأجر وشكرا لتشريفنا بهذا في البرنامج. في خدمتكم حياكم الله. أهلا وسهلا أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين ياء نون عظم الله لكم الأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.